على موزايك اف ام. سلام اهلا اهلا بتونس. ايجا احضر ايجا بربشوني يا تونس بربشتيني هاني جيتك. تحبوا على الكلاش تحبوا على الشو نهبلوكم بالكلاس باللي ريكس والفلو. حبوني نهبط نتكركب معاهم فك الخندق. ام سو سوري اما مش هذاك المنطق. ايجا نحكي لك على صلب الموضوع مخ الهدرة. ركز لي مليح وتبعني اختيوة اختيوة. الحكاية بدات كي خرج محمد عبو اخر الشهر اللي فات وقال اللي القنوات الغير مرخصة اللي قاعدة تبث الحكومة باش تطبق عليهم القانون وقرارات الهيكة. شكوني القنوات هذه؟ نسمة والزيتونة دونك قلب تونس والنهضة به. بعدها بجمعة يعمل لك ائتلاف الكرامة يصب مبادرة تشريعية في مكتب المجلس لتنقيح قانون الهيكة. اش يقول التنقيح؟ لا يخضع إحداث القنوات الإذاعية أو التلفزيونية الفضائية لأي ترخيص. أي اللي يحب يحل تلفزة ولا راديو يتفضل. سعودية، فرنسا، إمارات، قطر، داعش، مرحبا بكم. تبعثوا تسريح بالوجود وتسرحوا على رواحكم. كيفاش مجدي؟ أي خويا فيها الإذاعات فيها. أي في بالي اللي هو قال ما فيهاش وردني أنا ما قريتهاش. أما كيفاش يقولوها بطريقة لطيفة باش ما يتغشش حد؟ جانب الحقيقة؟ لا لا ماستر يكذب مجدي يكذب. اي نعم خلنا نكملك الساعة. دونك عملوا مبادرة تشريعية لطرطرة الهيكة باش كلها ترتع كيما تحب وقناة سي نبيل وقناة سيدي الشيخ يمنعوا من الحكومة. هذا كان موضوع عدد الخميس الفارط من فقرة ألاؤن بعنوان يا إعلام النهضة وقلب تونس بعثولك الكرامة. به الصنوع اللي طيب الغيرو أش نسميوه في بلادكم؟ اللي يعمل العرك ويتمرمد في بلاست غيرو أش نسميوه؟ قالك لا عصفور وبوبي لا عيب ما يجيش. نقوله كبش نطيح؟ لا قالك الحيوانات الأليفة بصفة عامة لا. به ما نوحلوش ما يعاد هبلت الجموع ولا تشطر الكتلة تسب وتتهدد وأمنيتهم تتقلب لحكاية مزايدة في السبان وتجوليغ وتطيح القدر باش العباد الديقوتي وتطيش الحكاية الكل ويتنسى الموضوع الأصلي نهائيا. ولكن هيهات ما نفرحكمش بها. إيجا أخويا نكملوا الهدرة. مكتب المجلس تحت سامي إسراف سيدي الشيخ عدالهم المبادرة للجنة بصفة استعجالية أكهو مزروبين. والمشروع هذا أش يقول حسب رايك بخلاف تسيب الماء على البطيخ؟ القانون الحالي يفرض أن تركيبة الهيكة تكون مختلطة ومتنوعة باش حتى حد ما يخلط يتحكم فيها. شي عينه رئيس الجمهورية، شي رئيس المجلس، وهيكل القضاة، وهيكل الصحفيين، ومهن السمع البصري، وأصحاب وسائل الإعلام. هاوكا الناس الكل ممثلة وحد ما يتقوى على حد. في مشروع الجماعة خرجوا منها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس والقضاة ويولي مجلس النواب هو اللي ينتخب الأعضاء الكل. معناها من الأخر تولي الأغلبية البرلمانية تتحكم في الهيكاء. الأحزاب هي اللي تختار أعضائها. هاي كعبة الاستقلالية حاسيلو. هاو إبعاد الإعلام عن السياسة واللوبيات كيفاش يجي. يلزم كل حزب عنده قناته والأحزاب تحكم في الهيئات اللي تنظم الإعلام. باش تفهموا اللي الخرافة اللي بيعولكم فيها متعهوم الثورة والنظافة ويحاربوا في الإعلام الفاسد اللي كيفنا راهي كذبة كبرى. بالعكس هما اللي يحبوا يعملوا لكم إعلام تابع ومسيس للنخاع باش يغص بالبروباغندا والأجندات. وهذا الكل بالوكالة خدمة للنهضة وسينابي. وباش ما تفيقوش بالتمكميك متاعهم يحبوا يدوروها هاو سبني هاني سبيتو ويشخصنوا الحكاية ويشلكوها. برا نقولوا انت نائب محترم وفما جرد كروكور ما يتسماش سبك ما وش كيبيه توي خطي وهو يتربى. أما السيد يحب يجيبها في صالة وما يرشفها لحد برنجة متاع السياسة يحكي معاك.
مثالش ما نستعملوا شخصيات تلفزية بربي أعملوا لي دليل مفصل للعبارات والاستعارات اللي نجم نستعملها واللي ممنوعة. خليني نكالي بيه سيق البنك ونعمل اللي في راسي. هما يعملوا في السياسة بمنطق البطاحي بالتبوريب والخانيات، أما راكم ما تفجعونيش بميكرو نفرشوكم فردا فردا. أعمل مجهودك يا برينجا وجيب معاك الفر متاعك اللي لبس مرايات ودعبس اللي يكبس فينا بالقضاء، وجيبوا دليل واحد اللي أنا مأجور كيما تحكيو، وريونا التوب رجلة على قاعدة، خطر ما يجيش باندي وكذاب. توا سامحوني بربي، ويني بيت البانو؟ خطر انتو ما قلتوا لازمك تتوضى قبل ما تحكي علينا، وانا عادة نتوضى بعد ما نحكي عليكم.